السلام عليكم، حياكم الله طلاب. بهذا الفيديو أو بهذه المحاضرة راح نكمل شرح الموضوع الخاص بالديتا انكريبشن ستاندرد بنظام DES. سولفنا بالمحاضرة أو الفيديو السابق على الديتا انكريبشن ستاندرد، وقلنا عليه هذا يعني راح ينقسم العمل به قسمين. القسم الأول هو عملية توليد المفاتيح سب كي جنريشن، هذا هنا القسم الأول. والقسم الثاني راح يكون خاص بشنو؟ والقسم الثاني راح يكون خاص بالمسج انكريبشن. سولفنا بالمحاضرة اللي فاتت عن الأصل الخاص بالشسمه بالديتا انكريبشن ستاندرد، وعرفنا انه هو بال 1977 تم يعني اختراعه من قبل الـ NIST، هاي المنظمة الأمريكية، ويعتمد على الفايستل سايفر اللي هو عبارة عن سيمتريك ستراكشر. هذا اللي كلهن، والسيمتريك والفايستل سايفر يعتمد على مبدأ الكونفيوشن والديفيوشن اللي يتحقق من خلال استخدام عمليات السبستيتيوشن والبيرميوتيشن. هذا اللي سولفناه بالمحاضرة اللي فاتت، واهم شيء قلنا نحقق مبدأ الكونفيوشن والديفيوشن. الديفيوشن هو عملية نشر الإحصائية الخاصة بالبلين تكست بداخل السايفر تكست، بحيث يعني تكون اي ديجيت او اي بت من السايفر تكست يعتمد على كل او مجموعة من البتات الخاصة بالبلين تكست، بحيث تصير العلاقة بين البتس بالسايفر تكست وبين بت بالسايفر تكست بالبلين تكست تكون معقدة وصعبة الى ابعد حد. وايضا يعتمد على مبدأ الكونفيوشن اللي هو يعتمد على كون او وضع او جعل العلاقة بين السايفر تكست وبين مفتاح التشفير معقدة لابعد حد ممكن، complex as possible. الدي اي اس يعتمد على مبدئين الكونفيوشن قلنا والديفيوشن. زين، هذا اللي مبدئين الكونفيوشن والديفيوشن سولفنا بيهم بالفيديو اللي سابق. شلون راح احقق مبدأ الكونفيوشن والديفيوشن؟ قلنا ايضا راح نحقق مبدا الديفيوجن والكونفيوجن من خلال استخدام عمليات متعاقبه من السبستيتيوشن والبيرميوتيشن، ونعرف يعني شنو سبستيتيوشن ونعرف يعني شنو بيرميوتيشن. زين، باستخدام شنو هذه العمليات المتلاحقه؟ طبعا باستخدام مجموعه من المفاتيح راح نحتاج. ما دام انا راح استخدم اكثر من عمليه بيرميوتيشن، عمليات متلاحقه من السبستيتيوشن وعمليات متلاحقه من البيرميوتيشن على مود احقق الكونفيوجن والديفيوجن حتى اوصل للكونفيوجن والديفيوجن، ما دام احتاج هذا العمليات المتلاحقه يعني معناها راح احتاج اكثر من مفتاح، لان انا عندي اكثر من عمليه سبستيتيوشن واكثر من عمليه للبيرميوتيشن، لهذا راح احتاج شنو؟ لهذا راح احتاج مفتاح، ما بيها مجال، احتاج مجموعه من المفاتيح، لان لكل عمليه سبستيتيوشن او كل عمليه بيرميوتيشن راح يتطلب وجود مفتاح. وبالتالي صار عندي الموضوع اللي هو المفتاح الاصلي اللي هو 64 بت، من عده راح اولد مفاتيح فرعيه K1 K2 K3 الى K16، 16 مفتاح فرعي. منين اولدهم هذين المفاتيح الفرعيه؟ اولدهم من المفتاح الاصلي. هذا المفتاح الاصلي طوله 64 بت، هاي المفاتيح الاصليه العفو الفرعيه كلهن 48 بت. زين، هسه السؤال هنا راح يطرح نفسه، ليش سويت 16 مفتاح تحديدا؟ سويت 16 مفتاح تحديدا لان انا راح يكون عندي خلال منظومه الدي اي اس 16 راوند. يعني شنو 16 راوند؟ يعني 16 جولة، في كل جولة من هاي الجولات راح تصير عندي عمليات سبستيتيوشن وراح تصير عندي عمليات بيرميوتيشن. فباستخدام هذا المفتاح راح يروح للراوند الأولى، هذا المفتاح راح يروح للراوند الثانية، هذا المفتاح أيضا راح يروح للراوند الثالثة، وهكذا هذا المفتاح راح يروح للراوند 16. فكل راوند من هاي الراوند 16 راح تصير عندي عمليات سبستيتيوشن، راح تصير عندي عمليات بيرميوتيشن. الغايه من عندها هاي عمليات السبستيتيوشن والبيرميوتيشن تحقيق مبدا الكونفيوجن والديفيوجن، تحقيق لمبدا النشر والتعقيد، تمام، او الارباك. كونفيوجن يعني ارباك. زين، بس موضوع محاضرتنا يا اخوان هو شلون اولد من هذا المفتاح الاصلي اللي هو
حجمه 64 بت او الليت 16 مفتاح، كل واحد من عندهن 48 بت. هذا موضوع محاضرتنا يا اخوان ويا شباب. زين احنا خلينا ناخذ مثال وعلى المثال نسولف، ومو احنا اللي ناخذ المثال، المثال موجود بالملزمه، بس ننظف هذا المكان. زين المفتاح هذا يا شباب موجود، نعطيكم اياه ابو المنهج الكي مكتوب عندي 1 2 3 4 5 7 7 9 9 B B C D F F 1. مثل ما تشوفون هو هذا مكتوب، هذا المفتاح مكتوب بالنظام السداسي 10، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 ديجيت بالنظام الهكساديسيمال. احنا قلنا 64 بت، 16 في 4 ايش قد يساوي؟ 4 في 10 40، 4 في 6 24، وبالتالي راح يصير عندي 64 بت. اول خطوه لازم احول هذا المفتاح من النظام سداسي 10 الى النظام الباينري، ونجي نحوله باللون الاخضر. الواحد هو 0 0 0 1، الثلاثة 0 0 1 1، الثلاثة 0 0 1 1، الأربعة 0 1 0 0، الخمسة 0 1 0 1، السبعة 0 1 1 1، السبعة ثانية 0 1 1 1، التسعة أي التسعة 1 0 0 1، تسعة ثانية 1 0 0 1. راح أنزل هنا جوا يا شباب أكمل. البي 1 1 0 0، البي ثانية 1 1 0 0، السي هي 1 1 0 1، الدي 1 دي 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 اي هاي سي هاي سي سي اوه غلطت هنا بالبي، اسف يا شباب غلطت بالبي. البي عندي 1 0 1 1، البي الثانية 1 0 1 1، هسه نجي للسي اللي هي راح تصير 1 1 0 0، الدي راح يصير عندي 1 1 0 1، الاف راح تكون 1 1 1 1، والاف الثانية 1 1 1 1، والواحد الأخير هو راح يكون 0 0 0 1. بهذا الشكل يا شباب، بس نتأكد من عندهم، بس نتأكد من عندهم خلاص غلط تبشي ما منتبه عليه. اف 1 وهنا هذا دي سي دي اف، وهنا عندي 1 0 1 1، هذا السي العفو هذا البي 1 0 1 1، وبصفها السي 1 1 0 0 اللي هو هذه، وهذه قبلهن 9 بي 1 0 0 1 1 0 1 1 اللي هو 9 بي. على العموم هذا يا شباب صار عندي المفتاح اللي هو بنظام ثنائي. لو نحسبهن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 وهنا 29 30 31 32 33 34 35 36 40 41 42 43 44 45 56 54 65 64 64. هذا بالنظام الثنائي يا شباب كتبناه. هذه أول خطوة، هاي أول خطوة إنه أحول المفتاح من النظام السداسي 10 إلى النظام الثنائي أو الباينري. هذه أول خطوة، خطوة جدا مهمة، وننتبه يا أخوان ما يصير نغلط بيها، بس نغلط بيها المشكلة كل الحل يصير غلط. المشكلة كل الحل يصير غلط، يعني مثل ما غلطت أنا قبل شوية بالبي، هاي مشكلة، مشكلة. فلازم ننتبه. على العموم هذه أول خطوة سويناها. الخطوة اللي بعدها شنو؟ الخطوة اللي بعدها إنه أنا راح أدخل هذا المفتاح، راح أدخل على هذا المفتاح على بلوك، هذا بلوك أسميه PC1.
شنو يعني بي سي 1؟ حاسبه يعني؟ لا مو حاسبه. البي مختصر الى بيرميوتيشن، والسي مختصر الى تشويس. واحد بيرميوتيشن وتشويس 1 شنو يعني؟ يعني انا هذا المفتاح راح ادخل على هذا البلوك، هذا البلوك شنو اللي راح يسوي؟ راح يسوي عمليه تبديل لمواقع البتس، يعني هاي البتات راح ابدل مواقعها. على سبيل المثال هذا الواحد احول موقعه منها اخليه هنا فرضا، هاي الصفر احول موقعها منها اخليها هنا بهذا الشكل، يعني ابدل مواقع البتس. بس راح يبدل مواقع البتس؟ لا، راح يسوي عمليه تشويس. شنو هو تشويس؟ راح يختار، ايش يختار؟ راح يختار ثمان بتات، هاي الثمان بتات من المفتاح يختارهم طبعا، هاي الثمان بتات راح يمسحهن، راح يلغيهن، ما راح يخليهن يدخلن في عمليه توليد المفاتيح الفرعيه، وبالتالي المفتاح راح ينتج هو راح يكون كي بلس. شنو هذا الكي بلس؟ هذا الكي بلس نسميه البيرميوتد كي، البيرميوتد كي يعني المفتاح المعاد ترتيبا. طوله ايش قد؟ طوله 56 بت. ليش 56 بت؟ لان انا عندي مثل ما قلت لكم تشويس 1 اختاريت 8 بتات، هاي ال 8 بتات لغيتهن من المفتاح الاصلي ما راح يدخلن، هاي ال 8 بتات اطرحهن من ال 64 راح يكون الناتج عندي 56 يا شباب. زين هسه السؤال هنا راح يطرح نفسه، هاي العمليه عمليه توليد عمليه اعاده ترتيب البتس اضافه الى عمليه اختيار 8 بتات وحذفهن، هاي عمليه عشوائيه؟ عشوائيه لو اكو عندي جدول، اكيد مو عشوائيه، اكيد عندي جدول. وين جدول يا شباب؟ هذا ويا جدول يا شباب، هذا جدول يا شباب. شنو هذا جدول البي سي 1؟ طبعا هذا جدول ما تحفظوه، ما تحفظوه يعني المفروض يكون عندكم جوا ايدكم. هذا جدول يا اخوان عندي 57، شنو هو 57؟ يعني البت اللي رقمه 57 اروح اجيبه اخليه ايش قد؟ اخليه رقمه واحد. ونجي هنا راح امسح هذا هنا للمكان بس انظفه. تمام، قلنا البت رقمه 57، خلنا نروح اشوفه. راح اكتب كي بلس يساوي كي بلس معناه البيرميوتد كي اللي حجمه 56. زين هذا هنا واحد، هذا هنا الموقع خلينا نكتبهم بالاحمر، اربعه هنا، ثمانيه، 12، 16، 20، هذا البت رقم 24، هذا البت رقم 28، 32، 36، 40، 44، 48، هذا البت رقم 52، هذا البت رقم 56، هذا هنا 60، وهنا 64. بهذا الشكل يا شباب شوية يعني جربت أنا هواي طرق بالحل، هاي اسرع شيء، هاي اسرع شيء. فنرجع لهنا للجدول، اول بت، اول بت ايش قد راح يصير رقمه؟ اول بت من هو؟ 57، اللي موقعه 57 وينه؟ هذا 56، اذا هذا 57، هذا راح اشطبه منه وراح يصير شنو عندي؟ اول بت راح يتحول من موقع 57 الى اول بت، حسب شنو؟ حسب الجدول اللي هو البيرميوتيشن تشويس 1 اللي هو هذا. نجي لهنا البت الثاني اللي بعده 49، وين 49؟ هاي 48، 49 اذا هاي ايش قد رقم البت؟ واحد، اذا اجيب الواحد هذا اخليه هنا، انقله نفسه كما هو، ما راح اغير من قيمته، لا راح اغير من موقعه فقط، فقط اغير موقع. نجي لهذا البت اللي بعده اللي رقمه 41، هذا ال 40 ال 41 هذا الواحد احول مكانه من موقع 41 الى الموقع الثالث، صار موقع ثالث عندي. اجي اللي بعده اللي هو 33، وين 33؟ فوق، هذا 32، هذا 33، احول ال 33 او احول هذا البت اللي قيمته واحد من موقع 33 الى الموقع الرابع بهذا الشكل. هاي 33 كملنا منها، ال 25 اروح ادور على ال 25، هذا ال 24، هذا البت رقم 25 ايش قد قيمته؟ صفر، فراح احول الصفر من الموقع 25 الى الموقع الخامس بهذا الشكل. 17 اروح لل 17، هاي 16، هذا ال 17، قيمته ايش قد؟ صفر، موقعه ايش قد؟ 17، ايش قد صار موقعه؟ صار موقعه سادس،
راح احول الصفر من الموقع 17 الى الموقع السادس حسب الجدول. حسب الجدول اروح لاخر عنصر بهذا الصف اللي قيمته 9، اللي موقع 9 العفو مو قيمته، اللي موقع 9. وين الموقع التاسع؟ هذا الموقع التاسع، اشطبه واجيبه اخليه موقع ثامن. بهذا الشكل كملت الصف الاول. نجي للصف الثاني، البت الاول، البت الاول اللي هو هذا راح يصير موقع اشقد؟ راح يصير موقع 9. اترك مسافه، اترك مسافه بسيطه تنظيميه، لا اكثر ولا اقل، تنظيميه لكم راح نحتاجها شويه بعد. زين نجي بت 58، وين ال 58؟ هذا 56، هذا 57 شطبناه، اذا هذا 58 نجيبه هنا. 50، وين ال 50؟ هذا 49، هذا ال 50 اجيبه هنا بصفه. ال 42 ادور على ال 42، هذا 40، هذا 41، هذا ال 42 اجيبه بصفه بهذا الشكل. 34، وين ال 30؟ هاي ال 32، هاي ال 33، هذا ال 34 اجيبه هنا. هاي ال 34 نجي لل 26، 26 هذه 25، هاي 26 بث رقم 1 شطبه اجيبه هنا. هذا 26 مو 25، 26 اي. هسه نجي لمن؟ لهذا البت اللي هو اعتقد 18، اي 18، هاي 16، هاي 17، هاي 18 اجيبه وين اخليه؟ اجيبه اخليه هنا. صار عندي هذا الصف الثاني، صار عندي هذا الصف الثاني يا شباب. زين سنكمل، نجي للصف الثالث. اجي للصف الثالث يا شباب، هذا اللي كملنا من عندهم، خلنا نشطبهم بهذا الشكل افقي على مود ما يخربطنا. زين نجي للصف الثالث، اول واحد بالصف الثالث هو العشرة، هذا ايش قد؟ 8، هاي ايش قد؟ 9، اذا هاي العشرة اشطبها واجيبها هنا مثل ما قلت لكم، اترك مسافة بسيطة، اترك مسافة بسيطة، هاي العشرة. اللي بعده الاثنين، هذا الاثنين اشطبها واخليها هنا موقعها. 59، هاي 52، هاي 56، 57، 58، هاي 59 اشطبها واجيبها هنا بهذا الشكل. نجي ل 51، 51 هذا 49، هاي 50، هاي 51 اشطبها واخليها هنا. 43، هاي 44، اذا قبلها 43 اللي هي هاي اشطبها واخليها هنا بهذا الشكل. 35، هاي 36، اذا هذا ال 35 قيمته صفر. 27، 27 هذا 28، هذا الواحد اللي قبله هو الواحد، هو مثل ال 27. هذا انتهى عندي الصف الثالث يا شباب. نعبر للصف الرابع اللي بعده اللي هو اول بت بي 19، اول بت هذا 19 نشطبه 19 ونروح ندور على 19 راح نلقي هذا الصفر، كتبناه بهذا الشكل. اللي بعده 11، وين ال 11؟ هذا 12، اذا هاي ال 11 قبله النزله. بعد الثلاثة، هاي أربعة، هاي الثلاثة قبلها صفر نزلناها، ما لي علاقة بالقيمة، ما لي علاقة بالقيمة يا شباب، لي علاقة بمن؟ القيمة راح تبقى نفسها، لأن هاي عملية بيرميتيشن، تبديل موقع. زين 60، هاي 60 اللي قيمتها واحد. 52، هاي 52 قيمتها واحد. 44، واحد. 36، هاي 36 قيمته واحد. هسا هذا انتهى عندي شنو؟ انتهى عندي نص ال نصه؟ لا بعد، 1 2 3 4، 4 في 7 28، المفروض انتهى نصه. على العموم خلينا نكمل، اي يا شباب خلينا نكمل. هاي العملية مال رايح راجع، راح انزل جوا هنا يعني على امتداده، راح انزل جوا، راح انزل جوا. زين 63، هاي الصفر شوي راح استعجل. 55، هذا الواحد. 47، صفر. 39، هذا الواحد. 31، صفر.
23 هذا الواحد، 15 هاي الصفر، 7 هذا الواحد، 62 هذا الصفر، 54، 53، 54 هذا الواحد، 46، 46 هذا الواحد، 38 هذا الصفر، 30 هذا الصفر، 22 هذا الواحد، 14، 14 هذا الواحد، 6 هذا الصفر، 61، 60 61 هذا الصفر، 53، 52 هذه 53، 1، 45، 45 هذا الواحد، 37 هذا الواحد، 29 هذا الواحد، الصف الأخير 21، 21 هذا الصفر، 13 هذا الصفر، 5 هذا الصفر، 28 هذا الواحد، 20 هذا الواحد، 12 هذا الواحد، 4 هذا الواحد، هذا الواحد. مثل ما قلت لكم يا اخوان، هذني هذا منه المفروض هنا يكمل، المفروض هنا يكمل، بس ما يعني بطيئة العملية، وأنا إلي غاية بها، طبعاً أنا إلي غاية بها. زين، هسه نجي يا شباب، خلينا نحسبهم، 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7 8، 7 مجاميع، 8 مجاميع، كل مجموعة بها 7 بتات، مجموعها نشقد أو حاط ضربها نشقد، راح يكون 56 بت يا أخوان، راح يكون 56 بت يا شباب. هذا إن 56 بت هن اللي راح يشاركن بعملية توليد المفاتيح الفرعية. زين، هسه السؤال هنا راح يطرح نفسه، وين هن البتات اللي ما دخلتهم أصلاً بالحساب وهملتهم؟ راح نجيهم. 8 هملناها، 16 هملناها، 24 هملناها، 32 هملنا، 40 هملنا، 48 هملنا، 56 و64. لو نحسبهم 1 2 3 4 5 6 7 8، بالفعل هملنا البتات، هملناهن يا اخوان. هذا صار عندي شنو؟ هذا صار عندي البيرميوتد كي اللي طوله شقد؟ اللي طوله يا اخوان مثل ما قلنا 56 بت. هذا 56 بت اللي هو هذا هنا نفسه، المفروض نفسه، المفروض نفسه. زين، شنو اللي راح اسوي له؟ هذا شنو اللي راح اسوي له يا اخوان؟ هسه وصلت لمرحله مهمه جدا. شنو هي المرحله؟ هذا اللي هو طوله 56 بت راح اقسمه الى قسمين. شلون يعني قسمين؟ هذا القسم الاول هو نفس اللون، هذا القسم الاول راح اسميه سي نوت، هذا القسم الثاني راح اسميه دي نوت. سي نوت ودي نوت، واحد بصف الثاني، كل واحد من عندهم طوله 28 بت، طوله 28 بت، فراح اكتبهم من جديد. سي نوت شو تساوي؟ 4 وحدات 3 اصفار، 0 1 0 0 1 1، قاعد انقل هذا سي نوت يا اخوان، 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1، وهنا 0 1 0 4 وحدات. الدي نوت شو يساوي؟ هذا راح يساوي 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1
على السي نوت والدي نوت راح يكون الشغل مرتي. على السي نوت والدي نوت راح يكون الشغل مرتي. سؤال هسه هنا راح يطرح نفسه. سؤال هنا ايش قصار طول الفيديو؟ 24 زين بعد.
يتحمل بعد فتره ربع ساعه. ايش قد صار؟ السؤال هنا راح يطرح نفسه، كم مفتاح احتاج؟ كم مفتاح احتاج؟ احتاج مفتاح فرعي 16 مفتاح فرعي، فراح احتاج 16 سي نوت ودي نوت، يعني راح احتاج سي 1 دي 1 وراح احتاج سي 2 دي 2 راح احتاج سي 3 دي 3 الى حد مثل ما مكتوب هنا عندكم، مثل ما مشتغل هنا الرجال ابو المنزله، لحد ما يوصل للسي 16 دي 16 راح احتاج دني كليتهم، احتاج دني كليتهم احتاجهم. زين السؤال هسه هنا اللي يطرح نفسه، هذني منين راح اجيبهم؟ ذني منين راح اجيبهم؟ هذني كلهم من السي 1 دي 1 لحد سي 16 دي 16 اجيبهم منين؟ اجيبهم يا اخوان من السي نوت والدي نوت. مجرد ما تخلط بالسي نوت او الدي نوت بالبدايه كله غلط، كله غلط راح يكون الكلام باطل. زين شلون منين اشتقهم؟ من خلال استخدام الليفت سيركولر شيفت. يعني شلون؟ شيفت باتجاه اليسار. شنو اللي تريده هسه انت؟ هسه تريد من عندي سي 1 دي 1 على مود تولد من عنده الكي 2 الكي 1، تريد من عندي سي 1 دي 1 شلون؟ راح اشفت. يعني شلون اشفت؟ اشفت باتجاه اليسار، هذا الواحد اشفته اللي هنا، هذا الواحد اشفته اللي هنا، هذا الواحد اشفته اللي هنا، الواحد اشفته اللي هنا، الصفر اشفته اللي هنا، الواحد اشفته المكان الصفر، الصفر اشفته هنا، وهذا اخر شيء اقلبه للاخير. يعني شلون راح يصير؟ يعني بهذا الشكل انا باستمرار انا دوم اسويها، اشطب هذا الواحد اعتبره ما موجود وابلش منه. ثلاث وحدات ثلاث اصفار، واحد 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 صفر صفر صفر، واعبر هذا الصفر اللي هنا بهذا الشكل بحيث احافظ على كل مجموعه عباره عن سبع بتات، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه بهذا الشكل. هذا عبر اللي هنا فراح ابلش منه من الواحدين، واحدين واحدين صفرين واحدين، محتاج بيت، هذا البيت اقلبه لهنا فراح يصير لهنا بهذا الشكل. شفت باتجاه اليسار، شفت شفتينج باتجاه اليسار. زين هذا الصفر عبر اللي هنا نشطبه، نبلش منين؟ نبلش منه هذا صفر واحد صفر واحد صفر واحد، وهذا الصفر محتاجه عبرته لهنا. نجي لهنا انا واحد صفر واحد 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 واحد، اربع وحدات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهذا الواحد نقلبه اللي هناك صار بهذا الشكل، صار سيركولر شيفت. خلنا نتأكد من عدها، نتأكد من عدها. زين هذا هنا عدي ما مشكلة لما ما يخلي فواصل. عندي واحد اثنين ثلاثة، ثلاث وحدات، واحد اثنين ثلاثة أربعة، أربعة أصفار، ثلاث وحدات أربع أصفار، نقفلها على مدى تتحرك بعد. بعدين واحدين صفرين واحدين صفرين واحدين صفرين واحدين صفرين، واحد صفر واحد صفر واحد صفر ثلاث مرات سيون هنا، واحد صفر واحد صفر واحد صفر، بعدين واحد صفر خمس وحدات، واحد صفر خمس وحدات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تمام حكينا مضبوط، كل مشكلة ما عندنا. هسه نروح وين يا شباب؟ هسه نروح للديوان. ومين أجيب هالديوان؟ أيضا أجيبها من الدي نوت. شلون؟ راح أبلش هذا أعتبره ما موجود وأبلش منه سيركولر ليفت شيفت. هذا وين أودي؟ أودي اللي هنا ينضاف هنا. يعني ببساطة شديدة هذا الصفر تقدرون تمسحوه تكتبوه هنا وخلاص انتهى الموضوع، هذا السيركولر ليفت شيفت. بس مع هذا نعيدها من جديد، فنراح نبلش من هنا واحد صفر واحد صفر واحد صفر، هذا اللي كملناهم، وهذا الواحد نحول لهاي الجهة. بعدين نبلش من الصفر، صفر واحدين صفرين واحد، وهذا الواحد نحوله، راح نبلش منه صفرين أربع وحدات صفر، منه راح نبلش صفر صفر أربع وحدات، وهذا الصفر نحوله من هاي الجهة. هذا صار عندي السي 1 والدي 1. شفتت يا شباب هسه بمقدار ايش قد؟ شفتت بمقدار ايش قد يا شباب؟ هسه أنا شفت على مود استخرج السي 1 والدي 1، شفتت بمقدار مرة واحدة.
ليش؟ لان اني بالراوند الاولى، او العفو مو بالراوند الاولى، مو بالراوند الاولى، انا لان انا عندي جدول، عندي جدول هسه نمبر، العفو نمبر اوف ليفت شيفت، وهنا ايتريشن نمبر، هذا هنا الراوند. بالراوند الثانيه يعني اريد استخرج السي 2 دي 2، اريد استخرج هسه السي 2 دي 2، ايش قد راح اشفت؟ المقدار ايش قد؟ المقدار واحد. يعني هسه على مود استخرج السي 2 دي 2، سي 2 دي 2 قايل لي بالجدول شفت بمقدار مره واحده، هذا المقدار مره واحده. منين اشفت؟ اشفت السي نوت، لو اشفت الدي 1 والسي 1، اشفت السي 1 والدي 1. كل مرحله تعتمد على المرحله السابقه، فاذا غلطت بمرحله المراحل الباقيه كلها غلط. بس نجي للسي 2، السي 2 ايش قايل لي هنا بالجدول؟ قايل لي مقدار الشفت بي ايش قد؟ مقدار الشفت بي هنا واحد، مقدار الشفت واحد، بت واحد. فارجع لهنا واشفت بمقدار واحد على مود استخرج السي 2، راح اسويها بس شويه بسرعه. هنا هذا راح الغي، واحد واحد اربع اصفار، واحد واحد صفرين، واحدين صفر صفر، واحد صفر، واحد صفر، واحد صفر، واحد صفر، خمس وحدات، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، وهذا الواحد قلب من هنا بهذا الشكل. الدي 2 راح يصير عندي هذا يلغي، صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر، واحدين صفرين، اعتقد غلطت دقيقة، خلينا نعيد هذا الديون، آسف، خلنا نتأكد من عده. زين، صفر واحد صفر واحد صفر واحد، وهذا صفر من قبل هنا قبل شوي ما قلبته، واحد واحد صفرين واحدين صفر، تمام، صفر أربع وحدات صفرين، صفر أربع وحدات صفر واحد، قلبته اللي هو هذا. هذا سي 2 كم مرة شفته؟ شفته بمقدار مرة واحدة، شفته بمقدار مرة واحدة. هذه راوند 2، هاي راوند 2. زين هسه يا شباب وين راح نروح؟ هسه راح نروح للراوند 3. زين نروح للراوند 3 نشوف ايش قد عدد المرات شفت بيها. عدد المرات شفت بيها 2 بالتين، مرتين راح اشفت، مرتين يا اخوان راح اشفت، يعني كانما شنو؟ كانما مو بت واحد اقلب للاخير، لا راح اقلب بتين للاخير. شلون راح تصير العمليه؟ راح تصير العمليه كالتالي، على من راح اعتمد؟ على السي 1؟ لا، على السي نوت دي نوت؟ ايضا لا، على من راح اعتمد؟ انا بالسي 3 دي 3 راح اعتمد على الخطوه السابقه اللي هي سي 2 دي 2. هسه السي 3 راح اشفت بمقدار بتين، فهذني البتين اثنينات راح ينشطبن، وراح ابلش من اربع اصفار، صفر 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 واحد، ومن هنا راح اخذ بتين راح الصفر بهذا الشكل، ابلش من هذا الصفر، صفر واحدين صفرين واحد صفر، اخذت هذا، بعدين من هنا راح ابلش واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد، اخذت ذني الاثنين عبرتني الهمة، ابلش لهذا خمس وحدات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ومن هاي الجهة عندي واحد واحد، فراح يصير واحد واحد، عبرته هذا البت عبرته أول مرة، بعدين هذا البت عبرته ثاني مرة. نفس الشيء بالنسبة لهذا وهذا، راح أعبرهم للأخير، وراح أبلش أكتب منه أنا، صفر واحد صفر واحد صفر، واحدين صفرين، واحدين صفر صفر، واحد 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 واحد، العفو عيد عيد عيد، صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر صفر واحد صفر واحد صفر، واحدين هذا اللي بدنا عبرته، صفرين واحدين صفرين واحدين صفر صفر واحد، تمام هسه نكمل صفر واحد، هذا اللي عبرته همين. نجي لهذا واحدين ثلاثة صفرين صفر واحد، وهذا منا راح نبلش واحد واحد واحد، ثلاث وحدات صفر واحد، ومن هنا صفر واحد بهذا الشكل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، بس ندنيهم ثلاث وحدات صفر، ندنيهم ثلاث وحدات صفر،
ثلاث وحدات صفر واحد 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 بهذا الشكل. هذا وين راح يروح؟ هذا راح يروح للراوند ثلاثة. ليش شفت بمقدار اثنين؟ ليش شفت بمقدار اثنين؟ شنو مستمر تسجيل؟ اي مستمر. ليش شفت بمقدار اثنين؟ لان هنا عندي بالجدول يقول شفت بمقدار اثنين. هسه لو نروح ليش للسي 4 والدي 4 للمرحله الرابعه، ايش قد راح اشفت بمقدار اثنين؟ ايش اشفت؟ السي 1 السي 2 لا السي 3. ما دام اشتغل بالسي 4، ما دام دا اشتغل بالسي 4 دي 4، اروح عيني على المرحله اللي قبلي اشفتها بمقدار اثنين حسب الجدول او حسب الجدول. زين يا اخوان، هسه احنا خلينا نفترض انه انا شفتت وكملت الشفت واستخرجتهم ذني كليتهم من السي نوت دي نوت، من السي نوت دي نوت، سي 1 دي 1، سي 2 دي 2، لحد السي 16 دي 16. ايش راح استفاد؟ ايش راح استفاد من هاي يعني عشان الحضور من هذا الكلام كله، من هاي اللغوه كلها كليتها؟ ايش راح استفاد؟ راح استفاد انه انا سويت عمليه شفت اكثر من مره، سويت عمليه بيرميوتيشن اكثر من مره. هاي عمليه البيرميوتيشن راح تخلي العلاقه بين السايفر تكست والمفتاح صعبه جدا، صعبه جدا. زين، شنو راح استفاد من عندها؟ اوكي، شنو اللي راح استفاده؟ خرجتهم كليتهم من السي نوت لحد السي 16 ومن الدي نوت لحد الدي 16. شلون راح استخرج الكي 1؟ شلون راح استخرج الكي 2؟ شلون راح استخرج الكي 16؟ شلون؟ راح اعتمد على من يا شباب؟ مثل ما قلت لكم راح اعتمد على ذني سي 1 دي 1 سي 2 دي 2. راح اجيب السي 1 دي 1 سي 1 دي 1 اخليهن وحده بصف الثانيه، اخليهن وحده بصف الثانيه. يعني شلون؟ هاي سي 1 دي 1 وهاي دي 1، راح اخليهن وحده بصف الثانيه. راح انقل هذا اول مره وبعدين اخليه بصفه هذا. راح اجي ثلاث وحدات اربع اصفار، واحدين صفرين، واحدين صفر، صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر. يا شباب راح امسحها على مود شوي اكبر اصغر الخط، شوي اصغر الخط مش ما راح يكفيني. ثلاث وحدات اربع اصفار، واحدين صفرين، واحدين صفر. قاعد انقل هذا هسه، وصلت لهذا. صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد صفر، خمس وحدات. هاي نقلت هسه السي 1، راح اجيب الدي 1 بصفها اخليها. شلون يعني؟ هذا انقلها، راح انقل هذا واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد. هذا كملته من عنده. نجي للي بعده، صفر واحدين صفرين واحدين، صفر واحدين صفرين واحدين. هذا كملته. نجي لهذا اللي بعده، صفرين اربع وحدات صفر، صفرين اربع وحدات صفر. هذا كملته. نجي للي بعده، صفرين اربع وحدات صفر. هذا كملته. هذا صار عندي شنو؟ هذا صار عندي يا اخوان هو سي 1 دي 1. من السي 1 دي 1 راح استخرج شنو؟ راح استخرج الكي 1. شلون؟ هذا السي 1 دي 1 راح ادخله على بيرميوتيشن تشويز 2، بي سي 2 بيرميوتيشن تشويز 2. يعني شنو؟ يعني جدول راح اسوي له عمليه بيرميوتيشن وراح اسوي له عمليه تشويز الثمان بتات. ايضا هاي الثمان بتات ما راح تدخل في عمليه توليد المفتاح الفرعي اللي هو كي 1، وبالتالي هذا 56 حجمه، هذا 56 حجمه راح اطرح من عده 8، راح يصير عندي 48 اللي هو المفتاح الاول، اللي هو المفتاح الاول اللي هو هذا اللي وصلنا له. سويت له عمليه تشويزنج مرتين، المره الاولى اختزلت 8 والمره الثانيه ايضا اختزلت 8. راح يصير عندي ايش قد؟ راح يصير عندي يا شباب مثل ما سولفنا 48 من 64 راح نطرح من عده 16 راح ينزل ل 56. فمثل عمليتنا القديمه او تقييمنا السابق، هاي هنا 7 14 21 هنا 28 35 مو 35 اي 42 ورا 42 عندي 49 وهنا 56. على من راح اعتمد يا شباب؟ راح اعتمد على البيرميوتيشن تشويز 2 تيبل اللي هو وينه؟ هو هذا.
اللي هو هذا. فجداول دوم لازم تكون وياكم، الجداول دائما لازم تكون وياكم. على نفس المبدأ البت اللي رقمه هذا، في البت اللي رقمه 14 راح يصير شنو؟ راح يصير بت رقم واحد. البت اللي رقمه 14 راح يصير رقمه واحد. هذا شوي راح تعذبنا، رايح راجع لازم. البت اللي رقمه 14 راح يصير رقمه واحد، فهذا راح نحذفه او بغير لون، هذا راح نحذفه صار واحد. بعد اللي بعده 17، هذا ال 14 15 16 17 راح يصير رقم 2. بعد ال 11 هذا 7 8 9 10 11 راح يصير رقم 3. ال 24 هذا 21 22 23 24 صار رقم 1. البت الاول هذا وياه رقم واحد. البت الخامس 1 2 1 2 3 4 5 هذا وياه انت صفر. هسه عد انتهى عدي شنو؟ انتهى عدي الصف الاول. راح اترك مسافه، اترك مسافه تنظيميه لا اكثر ولا اقل. نجي للثلاثه، البت الثالث، البت رقم 3 اللي هو هذا، تركت مسافه تنظيميه. البت اللي رقم 28 هذا 1. البت اللي رقم 15 انت صفر. انا ما قاعد الح هواي او ما قاعد يعني مو بطيء بالشرح، لان الموضوع واضح المفروض، يعني بس عمليه ترتيب وتصفيق لا اكثر ولا اقل. البت اللي رقمه 6 صفر. البت اللي رقمه 21 ايضا صفر. البت اللي رقمه 10 7 8 9 10 صفر. تهل الصف الثاني، نترك مسافة تنظيمية. 23 هذا 21 22 23 هذا الصفر. بت اللي رقم 19 هاي 14 15 16 17 18 19 هذا انت صفر. 12 1 4 0 26 1 8 1 هذا الشكل. هذا انتهى عد الصف الثالث. نجي 16 الصف الثالث هسه او العفو الرابع. 16 هاي 15 هاي 16 1 7 0 27 1 20 1 13 1 2 ايضا 1. هسه انتهى عندي هذا الصف الرابع. 41 البت اللي رقمه 41 1. البت اللي رقمه 52 50 51 52 ايضا 1. البت اللي رقمه 31 28 هاي 29 30 31. البت اللي رقمه 37 36 37 هاي 37. يا شباب البت اللي رقمه 47 هاي 49 هاي 48 هاي 47. البت اللي رقمه 55 يعني قبل الأخير وواحد. هذا الشكل انتهى عندي هذا الصف. اي نجي البت رقم 30 29 30 نترك مسافة تنظيمية يا شباب. البت اللي رقمه 40 صفر. البت اللي رقمه 51 هاي 50 هاي 51 ايضا صفر. البت اللي رقمه 45 43 44 45 هذا قيمته 1. يا اخوان البت اللي رقمه 33 29 30 31 32 29 30 31 32 33 هذا مو صفر. انا شطبت الصفر، شطبت الصفر انا
واحد. البت اللي رقمه 48 أيضا قيمته واحد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. أوكي، انتهينا من هذا الصف. نجي للصف اللي قبل الأخير، البت اللي رقمه 44 صفر. البت اللي رقمه 49 أيضا صفر قيمته. البت اللي رقمه 39 هاي 35 36 37 38 39 هذا قيمته أيضا صفر. البت اللي رقمه 56 اللي هو آخر واحد صفر. 34 أيضا قيمته صفر. نزلة مو شطوة وتعوفة، لازم تنزله. البت 53 بالأخير 50 51 52 53 واحد. انتهينا. نجي للصف الأخير اللي هو 46، أول عنصر بي 46. هاي 42 43 44 45 46 هذا الواحد ما مشطوب واحد. نجي 42 42 42 واحد قيمته. 50 صفر قيمته. 36 صفر قيمته. 29 واحد قيمته. نرجع 32 آخر شيء. هذه 29 30 31 32 هذا صفر قيمته. هنا أنا هسه شنو اللي نتج عندي؟ هذا شنو اللي نتج عندي؟ هذا يا شباب نتج عندي مفتاح رقم واحد خاص بالراوند الأولى. منين جبته؟ جبته من خلال إدخال C1 D1 إلى الـ Permutation Choice 2 Table الـ PC2 Table. إذا أريد أستخرج الـ K2 منين أجيبه؟ أدخل الـ C2 D2 أدخلهم للـ PC2. أريد أستخرج الـ K3 منين أجيبه؟ أجيبه أدخل الـ C3 D3 أدخلها للـ PC2 وهكذا إلى نهاية الـ 16 مفتاح يا شباب. نهاية الـ 16 مفتاح يا أخوان. فهذا عندي هو المفتاح الأول. من الممكن طبعا هو 48 بت مقسم إلى 8 مجاميع، كل مجموعة بها 6 بتات. هنا 6 بستة 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 ستة بستة بستة. من الممكن تعيد ترتيبه بحيث تخليه شنو؟ بحيث تخليه 8 بتات أو 4 بتات العفو، تخليها 4 بتات حتى تحوله من الباينري إلى النظام السداسي 10. هاي باستمرار يعني أنا أطلبها، يعني باستمرار أسويها. أقول لك يعني عبر عن الحال ماتك بنظام سداسي 10، سوي كله بنظام سداسي 10، ودوم أحب أجيبها بهذا الشكل. يعني نقسم 1 2 3 1 2 3 4 هذين الأربع بتات. شي مثلا 1 1 0 1 1 شي مثلا ذني 1 0 1 1 مثلا البي 1 2 3 4 يعني هاي 0 وهكذا تكملون للأخير. هاي المفتاح الأول وهاي عملية توليد المفاتيح يا شباب. من فضلكم إذا لقيتوا يعني أو انتبهتوا إنه أنا غلطان بأي تفصيلة أو بأي نقطة، من فضلكم بلغوني. يعني هنا عندك 0001 هذا الواحد، 1011 هذا البي صحيح. على العموم مبدئيا ماكو كل مشكلة وماكو كل خطأ. فهنا أنا يا أخوان هو أبو الملزمة مكمل حال نستخرج الكي واحد مثل ما شرحت لكم، والبقية من الكي 2 إلى الكي 16 يعني بس كاتب النواتج مالتهم مع حالهم. وطبعا يعني كسؤال هذا شمرة واحدة بالامتحان ما يجي، يعني اللي أنا راد له على ما أتذكر قبل 3 سنوات جبته كواجب بيتي. يعني أكو طلاب طولوا عندي بحدود اليومين، يعني يومين حل متواصل يعني برج 36 ساعة يلا كملها وحلها. فأكيد يعني مو عملي إنه يجي، بس أكو جزء من عدة يجي. إيه أكيد جزء من عدة يجيكم جزء ظني. يا شباب هذا هنا الجزء الثاني لموضوع الـ Data Encryption Standard. الموضوع الثالث إن شاء الله ينشرح لكم خلال هذا اليوم ويجيكم فيديو ثالث لهذا الموضوع. أتمنى لكم التوفيق
يا رب الموفقية والنجاح. مع السلامة يا أخوان، في أمان الله.